نشكر الهدف من خلق هذا المعرض هو خلق جسور ما بين رؤساء الجهات، رؤساء الجامعات والعمداء المدن من جهة، ومن جهة ثانية المكاتب الدراسات والهندسة ومصنعي الابتكارات والحلول للمدينة الذكية. هناك كذلك غتكون محاضرات وندوات تصب مواضعها في التالية: الحكامة المدن والسلامة والأمن داخل المدن، وكذلك تناول موضوع ديال السياحة لمواكبة المغرب الأسبوع السياحي اللي غتكون شهر ماي غنواكبوه في جهة تسمسة. غنطرقوا كذلك مواضيع خاصة بالمباني الذكية المضاد للمقاومة للزلازل اللي عرفته إقليم الحوز. حاولوا نحن كمهندسين وخبراء في مكاتب الدراسات أن نقوموا بعرض جميع التجارب للمباني المقاومة للزلازل، وكذلك نتناولوا كذلك الطب عن بعد وعن كذلك عن السلام والأمن داخل المدن. بموازاة هذا المعرض سوف ننظم مسابقة غادي نظمها المدينة ابتكار لسوس ميسا لمقاولات الناشئة، الذي يوضعوا جميع الحلول الناجعة في مجال المدن الذكية، وغنتوجهم كذلك جوائز قيمة في افتتاح المعرض. الضيف شرفي لهذه الدورة هي المملكة الهاشمية الأردنية، مشكورة متمثلة بالمنتدى العربي للمدن الذكية اللي هي كتواكب المدن العربية في مجال الشيء ديال لا ديجيتاليزاسيون، الرقمنة والذكاء الاصطناعي وفي الحكامة. كذلك كاينه ممكن جمهورية تونس اللي غتكون ممثلة كذلك بمقاولة تابعة للحكامة وتابعة للرقمنة. وفي الأخير عندنا ورش أو مشروع اللي غتحتضنها الجامعة الدولية لأكادير، وهي مدينة مصغرة. هذا هو الجوهرة ديال المعرض، وخلق كل جهة مدينة مصغرة اللي غتكون فيها جميع الحلول المبتكرة في ميدان المدن الذكية، وغتكون كمختبر اللي نقوم بتجارب قبل موضوع تفاصيل التحملات في أرض واقع. وهذه هي سونابيل ميد إن موروكو، صنع في المغرب، لأن هذه ما كاينش أولى في المغرب وأولى في إفريقيا، وغنقدروا نصدروا هذا المنتوج الى الدول، الى المدن الافريقيه. وكذلك كاين مشروع اخر لانه في اطار التداول، وهو مدينه مصغره مهنيه اللي غيكون فيها جميع الشركاء المحليين المؤسساتيين لقيام هاد المدينه مصغره تحت اشراف الغرفه التجاره والصناعه والخدمات. بون، كما كتشوفوا بانه قمنا اليوم بالدوره الثانيه في مدينه اكادير للتعريف بمدينه الابتكار والمستجدات اللي كاينه في هذه الدوره عن الدوره الاولى، انه بالفعل كاين هناك جسر تواصلي ما بين الجامعه وما بين الشباب حاملي الابتكارات وما بين المجتمع المدني وما بين الناس المكلفين بالشأن المحلي. فهنا في هذا الاتجاه الجديد اللي كاين هو هذا السنه، وهو ان كنحاولوا انه غادي نديروا واحد المدينه نموذجيه صغيره اللي غادي تكون كمعرض لجميع الابتكارات اللي غادي يطرحوها الشباب، وبالخصوص انه اتهد الابتكارات الجديده انه غادي تكون المواكبه نتاع الجامعه والمواكبه نتاع المهنيين والمواكبه نتاع الناس اللي عندهم خبره في الشان المحلي. وهذا المجال هذا مفتوح لجميع الشركاء باش يدليو بالتجارب تاعهم، كما انه مفتوح باش يدليو بالمقترحات تاعهم. والهدف من هذا الشيء كله وهو انه الحمد لله المغرب فيه كفاءات، بينا نعاود نرجعوا وبينا نخترعوا المنتوج اللي هو صنيع في المغرب، نظرا لانه تبارك الله المغرب تحت الرعايه تاع سيدنا قطع شوط كبير في هذا الاتجاه، وواحد المجموعه نتاع الاوراش مفتوحه والحمد لله راه غاديه في طريق جيد. التكنولوجيا ما كاينش غير التكنولوجيات، الكونسيبت ديال المدن الذكيه هو واحد المفهوم واسع.